Welcome to the BIM Arabia platform and the Phoenix Academy. We strive together to build a bridge of communication and share knowledge and experience. We always wish you success and prosperity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. إن شاء الله بإذن الله ده هتكون الطريقة اللي إحنا هنحضر بيها إن شاء الله المحاضرات مع بيم أرابيا أو فونكس أكاديمي خلال الفترة الجاية، وهي عن طريق تطبيق تليجرام. طبعا بعد الانضمام للتطبيق عن طريق الرابط اللي موجود عند حضرتك، هتلاقي دايما في يوم المحاضرة اللي موجودة عندك هيبقى في تايمر موجود فوق في المجموعة بيقول لك إن فاضل مثلا يوم، فاضل يومين، فاضل 3 أيام على حسب الموعد. ده طبعا بعد ما بيتم التنسيق مع المحاضر على اليوم بيتم تحديده لينا. في يوم المحاضرة نفسه حضرتك بنبعت ليك الرابط الخاص بالمجموعة، بتدخل المجموعة بتلاقي حاجة بالشكل ده لو انت فاتح من الموبايل الخاص بحضرتك. هتلاقي فوق كلمة انضم إلى المحادثة أو انضم إلى المكالمة أو رابط مكالمة موجود في المجموعة نفسها، لو دي مثلا مجموعة كمثال هتلاقيه موجود فوق. هذا بمجرد ما بتضغط عليه بتبدأ حضرتك تدخل معانا، بيحصل بس شوية كده شوية تحميل بس بسيط جدا، بعدها حضرتك بتقدر تدخل معانا للمحاضرة وتتابع خالص كل الشغل اللي بيتم. طبعا بيفضل ان حضرتك تحضر من اللابتوب، لان اللابتوب اللي موجود فيه ان حضرتك تعرف تشوف الشير سكرين بشكل اوضح او كده، لكن نفس النظام لو حضرتك متعود ان انت بتشتغل من الموبايل مفيش اي مشكله. طبعا اي رسائل او اي ماتيريال او اي حاجه هتوقف خلال فتره الكورس او التسجيل الموجود، سواء كنا هنرفعه على اليوتيوب او هنرفعه ليكم على المجموعه مؤقتا، بعد المحاضره ان شاء الله دايما بيكون عندنا رابط تسجيل الحضور خلال المحاضره. ببعت لك كده رابط تسجيل حضور النهارده او رابط تسجيل الحضور للمحاضره على حسب عنوان المحاضره او اللي موجود فيها. بيكون رساله حضرتك بتضغط على الرساله بيتفتح لك رابط لجوجل فورم فيه مجموعه من الاسئله الاساس فيها التقييم، سير المحاضره، تقييمك للمحاضر، تقييمك للتنظيم، كل حاجه زي كده واقتراحاتك وارائك وكده، وده بيدفعك للتطوير. وبعد حضرتك ما بتعملها بتضغط ارسال بيوصلك على الايميل نسخه من الرد ده. طبعا بنكتب الاسم كما حضرتك عايزه في الشهاده اللي هتطلع وهكذا بنفس النظام. 4 إلى 7 أيام بتطلع الشهادات بنبعتها ليك في رابط جروب الواتساب، وبنبعته ليك برضه في رابط جروب التليجرام، رابط بجميع الشهادات طبعا بتنشر على الصفحه الرسميه لبيم اريبيا فونكس اكاديمي على الفيسبوك. هنتكلم دلوقتي في الجزء الثاني عن ازاي اقدر احضر المحاضرات عن طريق التليجرام، التطبيق اللي موجود على اللابتوب بتاعي او على الجهاز البي سي اللي يكون متوصل عليه الانترنت. طبعا حضرتك في البدايه ممكن ما يكونش عندك تطبيق تليجرام، فهتبدا تبحث عنه وليكن تليجرام، يمكن بالعربي او الانجليزي مش مشكله. بعدها حضرتك المفروض في تطبيق ويب منه، لكن الويب للاسف مش بيفتح المكالمه، لا لازم حضرتك تنزل اللي هو تليجرام فور ديسكتوب. حضرتك لما بتضغط على تليجرام فور ديسكتوب بيقول لك جيت تليجرام فور ويندوز 64 او 32 على حسب الويندوز بتاعك، هتعمل اللي هو جيت تليجرام وبعدين تنزله على الجهاز عندك. بعد كده بس هتسيبه فتره، بعد كده بتفتح التطبيق ده وبتعمله سيت اب خطوه بخطوه خلال الفتره دي. يعني لو طبعا انا عندي التليجرام متسطب بس ما فيش مشكله، انا بقول لك النسخه انجليزي تقول له اوكي، بعدين نيكست نيكست، بعدين اللي هو لو حبيت انت تسطب هتقول نيكست، وبعدين هيخلص خالص التطبيق بشكل كامل. هتقدر بعدها انك تعرف تفتحه ان شاء الله، يعني مش دي مشكله، لكن نمشيها نكست وبعدين انستول فهو بتسطب كامل. بعد حضرتك ما بتسطب التطبيق نفسه بيتفتح لك على الديسكتوب، هتلاقي حاجه بنفس الشكل علامه التليجرام نفسها، بس انت لو جيت هنا في البحث وكتبت كلمه تليجرام هتلاقي التطبيق بالشكل ده او بشكله اللي موجود. لو انت فتحت كلمه تليجرام هيوصلك للتطبيق بنفس الشكل ده. طبعا المحاضره بتاعتنا هتكون هي حلول مبتكره دي في المجموعه دي، طبعا ده التايمر اللي احنا اتكلمنا عليه، وده كده حضرتك ساعتها هتلاقي انضمام الى المكالمه، هتضغط عليها هيقول لك تم بدء المكالمه، هتلاقي الانضمام هتضغط عليها نفس ضغطه واحده بس هتلاقي حضرتك بيتفتح قدامك في المجموعه نفسها المكالمة وبتشتغل معاك عادي مفيش أي مشكلة.
الفكرة بس في موضوع التطبيق هنا، ان انت ممكن هو مش هيفتح معاك على طول بنفس الشكل كده، لانك لازم تعرف التطبيق ده على الموبايل الخاص بحضرتك. يعني حضرتك هتعمل ايه؟ والله هتفتح مثلا وتقول مثلا اد انذر اكونت، بيفتح لك الشكل ده. لازم حضرتك تروح للموبايل بتاعك زي الواتساب بالظبط، حضرتك هتروح على الموبايل وتفتح تطبيق التليجرام في الموبايل، وتختار، هتجيب الاعدادات، تختار الاجهزه، وبعدين هتختار رابط جهاز الحاسوب، هيظهر لك علامة إن هو عايز يفحص الرمز اللي موجود، هتلاقي نفس الشكل بالظبط، هتسيب بس رابط التسجيل بس شوية بس إن هو يتعرف عليه، وطبعا لازم يكون الموبايل الخاص بحضرتك متوصل بيه. ومجرد ما بتمسح الرمز ده عن طريق الموبايل الخاص بحضرتك، التليجرام فورا بيروح مدخل حضرتك على السيت اب الموجود ويدخلك وتشتغل عادي زي اي حاجه. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.